وبرحب بالكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة. أستاذ عادل، مساء الخيرات، أهلا بحضرتك. اهلا اهلا استاذ عمرو، مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، ويعني النهارده فرصه ان احنا نفتح مع حضرتك بعض التطورات اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت وما التقيناش مع حضرتك، فنحاول نفهم ايه اللي بيحصل فيها. ليكن النهارده الملف الليبي هو الملف الاكثر سيطره، لدرجه النهارده واكيد حضرتك تابعت معانا وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم بينددوا بالتحركات التركيه في الشرق المتوسط، وتركيا بتضرب بالتحذيرات عرض الحائط وبتعلن عن بدء الاستكشاف عن الغاز امام السواحل الليبيه وفقا لاتفاقهم مع السراج. وفي ناحيه تانية الامور برضو في الاتحاد الاوروبي الناس رافضه لتحويل متحف ايا صوفيا الى مسجد، الخطوه الاخيره من اردوغان اللي قام بيها من 3 ايام. فحضرتك شايف ازاي التطورات الاخيره دي كلها وكلها عنوانها ليبيا وتركيا؟ هو من المهم ان احنا نعرف بعض الاعتبارات الهامه في هذا الملف. نمره واحد، أنك لا تعول كثيرا على البيانات السياسية الآن، لأنه الموقف في ليبيا أسخن بكثير من مجرد بيانات سياسية. ويمكن كان آخر فرصة للبيان السياسي هو بيان القاهرة أو إعلان القاهرة، اللي بعديها أصبح الموقف لا يمكن حسمه إلا بتسخين الموقف أو ربما بالحرب. هذه واحد. نمرة اثنين، أنه يجب اعتبار أن صحيح. الأزمة التركية أزمة لن تحل بسهولة، وربما تقعد معانا مدة طويلة، سنة سنتين ثلاثة خمسة، يعني ليست من الأزمات اللي هتحسم حلها بسهولة. ليه؟ لأنه زي ما كان ديغول بيتكلم على أنك تنظر إلى الخريطة، فالخريطة النهاردة الليبية بتقول لنا أن ليبيا تقريبا متقسمة إلى كتلتين أو إلى قوتين. قوة في جانب تركيا والسراج والإخوان المسلمين في الغرب الليبي، وقوة على الجانب الآخر فيها القوى الوطنية والبرلمان التركي، وأيضا مساندة كبيرة جدا من مصر ودولة البرلمان الليبي وفرنسا كمان وكثير من الدول. إذن أنا عندي تقريبا ما يمكن وصفه بدولة الصراع أو الكتلتين، أو يعني مش هتتقسم إلى دولتين، ولكن هيبقى عندي حرب باردة وحرب ساخنة بين الطرفين. وهنا هتكون هذه الحرب يمكن وصفها بأنها حرب بالتقسيط أو بالتنقيط، وأيضا حرب بالوكالة. ومن ثم علينا أن نتمتع بنفس طويل في التعامل مع هذه الأزمة. نمرة اثنين، أنه وجدنا في خلال الفترة الماضية مواقف واضحة وساخنة في نفس الوقت. يعني لو أخذنا مثلا على سبيل المثال الموقف المصري من تفتيش الحرب في الفرقة 21 إلى مناورات حسم 2020، هنجد أن هنا أصبح الموقف المصري شديد الوضوح وأيضا واضح العلنية. بيقول هنا إيه؟ بيقول أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وحدد الخط دون بخط سرد الجفرة، يعني وده داخل ليبيا. إذن الأمن القومي المصري الجفرة. بيبدأ من داخل ليبيا، من الجفرة والسرت والجفرة، خط ده. حاجة تانية، أنه لقينا المناورة مناورة حسم 2020 مناورة تقريبا يعني ربما لم تقم بها مصر من قبل بهذا الحجم الضخم، وأيضا بكثافة النيران وبتوافق الأسلحة، وكانت أيضا بالذخيرة الحية، وكان في إنزال على الشاطئ، وكان في التعامل مع القوى الإرهابية والمهام يعني النوعية يعني برضو اللي تم تنفيذها. صحيح. وهنا يعني كان عندي حوار متصل مع واحد من أصدقائي الباحثين في واشنطن،
وفاجئني بسؤال من كام يوم، قال هي مصر جابت الأسلحة دي كلها إمتى ومنين وإزاي وفين؟ ده شيء يعني ملفت للنظر. ده الحقيقة كان بيعكس فعلا أن القيادة السياسية في مصر رحمة الله عليه الفريق العصار، يعني كان واحد من هؤلاء رحيم. الجنود يعني ربنا يرحمه. ولكن الحقيقة أن كان في فكر استراتيجي للقيادة السياسية في مصر وصلنا إلى حالة الاطمئنان اللي احنا عايشين فيها الموجود دلوقتي. نيجي لنقطة مهمة جدا، وهو لماذا حددت مصر الحمد لله سرت كخط واضح جدا. نمرة واحد، أن سرت لها موقع استراتيجي يؤدي إلى طرابلس، يعني الذي يسيطر على سرت يمكن أن يهدد العاصمة طرابلس. النقطة الثانية أنها قريبة مما يمكن وصفه بهلال النفط، وربما نتذكر أن ليبيا تعتبر تاسع دولة من صحيح. ناحية الحجم الاستراتيجي للاحتياطي الاستراتيجي، عندها حوالي 64 مليار دولار، 64 مليار برميل احتياطي هيكفيها 77 سنة. الأهم من كده أنها قريبة من أوروبا، والأكثر أهمية أنها تتمتع بنفط مفيد جدا في بالنسبة لأنواع معينة من المركبات زي الفضائيات طيب. وزي برأي حضرتك، أنا آسف للمقاطعة في الجزئية دي، يعني الحكومة الليبية والجيش الوطني الليبي يعلن أنه أو أعلن بالأمس أنه لن يتم استئناف ضخ النفط من مناطق الهلال النفطي الليبي في القريب العاجل. هل حضرتك شايف أن ده قد تمثل ورقة ضغط من أجل إنهاء التدخل العسكري التركي أو إيجاد حل سلمي للأزمة؟ الحقيقة ده مهم جدا، القرار مهم، عنده اعتبارين. عنده اعتبار اقتصادي، أن النفط بالطبيعة الآن منخفض السعر، يعني ابقاء النفط على في بطن الأرض يمكن مفيد اقتصاديا، فهو الآن يعني مش نعم. الحاجة الثانية أنه لا تتصور أنه أوروبا يمكن أن تجتمع وتتكلم يعني بدون ضغط مباشر. فإذا النفط الليبي ومنع ضخ النفط الليبي هو نوع من دفع أوروبا إلى أن يكون لها دور أكثر إيجابية وأكثر تدخلا في موضوع ليبيا. ده مهم جدا في الحقيقة يعني، وفي رأيي أنه قرار صائب وحكيم جدا يعني. الحاجة الثانية أنه بيخلي أوروبا موقفها واضح، وإحنا عندنا في الاتحاد الأوروبي الحقيقة عندنا موقف فرنسا واضح جدا، لأنه على عكس إيطاليا، موقف إيطاليا مش مريح بصراحة. لكن موقف فرنسا ليه واضح جدا؟ لأنه فرنسا في يوم من الأيام كانت تحتل سرت نفسها، وكانت تعتبر سرت بالنسبة لفرنسا هي مدخل للساحل الأفريقي، مدخل لمستوطنات ومستعمرات قديمة توصل إلى 15 مستعمرة، زي منها تشاد ومالي والنيجر وأيضا الجزائر وأيضا تونس وأيضا أفريقيا الوسطى وربما تصل إلى أثيوبيا. إذن فرنسا هنا موقفها شديد الوضوح في موضوع الأزمة الليبية، ويمكن هي أهم موقف واضح بالنسبة إلى التعامل مع مصر والتضامن مع مصر واليونان وبقية الدول في الشرق المتوسط. الحاجة الثانية أن فرنسا نجحت من خلال الدبلوماسية الفرنسية بأنها تجعل تونس برا اللعبة التركية، لأنه كانت تركيا بتضغط على أساس أن تكون هناك قاعدة في تونس، وسافر الرئيس التونسي إلى باريس ورجع وقال أنه موقفه مع الأزمة الليبية لن يخرج عن الموقف المصري والموقف الفرنسي. أيضا الجزائر وقفت إلى حد كبير في موقف وسط. طيب، وقالت بمناسبة الجوار يا أستاذ عادل، كنت هاجل حضرتك على الجزائر، معلش أنا آسف جدا جدا، يعني في مسألة الجزائر رأي سيادتك في الموقف الجزائري إيه، خاصة إن هو بيعرض الآن إن يتم حوارات ما بين الأطراف الليبية وإنه بيقف على مسافة واحدة من الجميع، وبيعرض إن تكون الجزائر تستضيف هذه المباحثات كما جاء يعني في تصريحات رئيس عبد المجيد تبون مؤخرا. هو خلي بالك أن هذا كان هو الموقف التونسي فيما قبل، ولكن هنا المصالح الفرنسية وأدت إلى تحديد موقف تونس بشكل مختلف. الجزائر واخده موقف اقرب ما يكون الى موقف يعني ايه، يعني سلموا على بعض،
كلام يعني الحقيقة موقف بتهرب منه من تحديد الأمور بشكل واضح جدا. الجزائر في هذه اللحظة محتاجة أن يكون هناك تفاعل وتعامل مباشر وغير مباشر مع الجزائر حتى تستطيع أن احنا نضمها على الموقف السليم في القضية الليبية. يعني الحقيقة الموقف الجزائري موقف يعني تقدر تسميه يعني موقف لطيف وكل حاجة، موقف محايد، ولكن نحن أمام أزمة حادة، أمام استراتيجيات جديدة بتتغير، أمام مشاريع أجنبية في المنطقة العربية، طيب المشروع كان التركي في والمشروع يا استاذ الإيراني. عادل من شهور كان في تنسيق مصري تونسي جزائري بخصوص ليبيا، ليه النهارده هذا التنسيق حتى نراه اعلاميا انه تراجع؟ يعني وهل ده للمصلحه الثلاثيه لمصلحه الثلاث دول هذا التراجع في التنسيق؟ لا، يعني انا لا اعتقد ان هناك تراجع في التنسيق، ولكن ربما يعني كانت التوافق اللي تم من فتره بين الدول الثلاثه كان بانه تضع حسابات، كل دوله تضع حساباتها. انا بعتقد انه لا تزال الامور قابله للتفاوض، لا تزال الامور قابله لاعاده الحسابات، وهنا لا يمكن التخلي عن الجزائر كدولة من الدول المهمة ودول الجوار المؤثرة في ليبيا. وبالتالي إذا كانت هناك محاولة من الجزائر لإعادة ضبط الأمور بالنسبة، فإحنا محتاجين إلى أن احنا نكون أكثر صبرا وتفهما للموقف الجزائري. نكمل موضوع طيب سر انتقل لحضرتك للداخل الليبي. خلال الايام القليله الماضيه وتحديدا من يوم الجمعه، انا اسف يا فندم معلش قبل سرت، بما اننا في الغرب الليبي، في الغرب الليبي طرابلس وبعض المناطق المجاوره لطرابلس زي منطقه جنزور شهدت اقتتال داخلي ما بين الميليشيات المواليه للوفاق ما بينهم وبعضهم البعض، يعني جوه بعضهم بيحاربوا بعض. هل ترى حضرتك ان فايز السراج سيواجه مشكله في تحجيم هذه الميليشيات وانها ربما تنقلب على حكومه فايز السراج نفسه؟ طيب يعني الحقيقه طبعا الظاهر ان هذه الميليشيات اتقلبت على بعض، لكن الواقع بيقول حاجه تؤكد هذا الانقسام. ان احنا هنا في طرف بنحاول ننساه في المعادله الليبيه وهو طرف القبائل الليبيه. يعني أرجو أن ننتبه إلى أن هناك صعود لدور عقيلة، صالح عقيل عقيلة اللي هو رئيس البرلمان الليبي، لأنه هو من ينتمي إلى أهم القبائل، عقيلة صالح، لأنه بينتمي إلى واحدة من أهم القبائل الليبية، قبيلة العبيدات. أيضا هناك 12 قبيلة مهمة جدا تنتمي إلى يعني على علاقة طيبة بعقيلة صالح، ومن ثم هنا لابد أن تضع القبائل في الطرف المباشر وفي طرف الصدارة في الصراع. ومن المهم جدا، وأنا بعتقد أن الموقف المصري من ذكائه الشديد أنه يعرف قيمة هذه القبائل، خصوصا أن بعض هذه القبائل فيها صلات نسب ومطهرة بيننا وبينهم في مصر، يعني بين الطرفين، بين على الجوار المصري الليبي. هنا دي مسألة مهمة في الحقيقة يعني. فأنا بعتقد أنه ما جرى صحيح. هو ضغط من القبائل لسحب بعض أبنائها أو بتحريض البعض على أطراف أخرى مسلحة في طرابلس. طيب أستاذ عادل اسمح لي، هننتقل بعد الفاصل إلى سرت، وحضرتك تحلل لنا الموقف في سرت خصوصا في ضوء التهديدات اللي بتطلع على لسان وزير الخارجيه التركي بان بلاده جاهزه لعمليه عسكريه في سرت. وايضا هطرح على حضرتك سؤال، هي تركيا لو يدرع الاتحاد الاوروبي ليه ولو يلي دراع العالم، وان في الوقت اللي اوروبا بتحذر فيه من تدفق الاسلحه والميليشيات في انباء بتاتي ان بيتم الان ارسال هذه الاسلحه وارسال هذه الميليشيات والمرتزقه من سوريا الى ليبيا زي ما بيقول المرصد السوري لحقوق الانسان. استاذ حضرتك نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل معكم المزيد في تحليل الوضع في ليبيا المجاوره.